ممتاز. الأخت أم محمد كانت ستقول: المرأة هل لها صلاة غير مفروضة خاصة يوم الجمعة؟ ليس عليها صلاة مفروضة إلا صلاة الظهر، وهنا أمر ولعل السائلة تشير إليه أو أنها أخطأت فيه أو أخطأ غيرها. بعض النساء في صلاة أو في يوم الجمعة لا تصلي 4 ركعات، وإنما تصلي ركعتين بناء على مشابهتها في هذا الفعل للرجال، وهذا خطأ. فإن الواجب في حق المرأة في يوم الجمعة هو الواجب في حقها من الصلاة في السبت وفي الأحد وفي الاثنين وفي سائر الأيام، بمعنى أنها في يوم الجمعة لا تصلي إلا إذا دخل وقت صلاة الظهر، وإذا دخل وقت صلاة الظهر فإنها تأتي بالسنة إن أرادت استحبابا، السنة التي قبل صلاة الظهر، ثم تصلي الظهر 4 ركعات. بعض النساء قد تصلي ركعتين بناء على أنها جمعة، وهذا ممتاز، بارك الله فيك.